بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، محكمة استئناف الدار البيضاء عرفت تطورا ملموسا على مستوى النجاعة القضائية على جميع المستويات، والآن أنا نقول بأني أديت المهمة أحسن أداء، وأتمنى أن نكون عند حسن المتقاضين والمواطنين وعند حسن القاضي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. بطبيعة الحال هذه المسائل اللي كنقول يمكن نطالعوا عليها على الإحصائيات اللي كاين، والتي تنشر على موقع محكمة استئناف، ومن خلالها يمكن تستقيوا في العمل ديال المرتفقين. هذا في أفق القضاء على بعض السماسرة الذين يجبون ردوات المحاكم ومحيط المحكمة للتأثير أو التدخل بعض الملفات، واللي المحكمة هي منهم براء. السيد وكيل العام أفاض في هذا الأمر، هذا بالنسبة للاعتقال الاحتياطي. حنا نحث السادة القضاة رؤساء غرف الجنايات أو التلبسية أو السادة قضاة التحقيق باش يتعاملوا مع هذا الأمر ديال المعتقل الاحتياطي بالروية اللازمة وبالعمل المثمر، وأخذ عين الاعتبار الاكتظاظ ديال السجون والإكراهات ديال السجون ولا ديال الشرطة ولا ديال هذا. والحمد لله حنا غادي نفد.